تحية لكم والسلام عليكم. نشرة الأخبار الرئيسة إلى أبرز العناوين. باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول يشرف على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا من مختلف ولايات الوطن. وزير التربية الوطنية ينوه بالجهود المبذولة لإنجاح امتحانات شهادة البكالوريا في ظرف صحي استثنائي، والأساتذة والطلبة الأوائل يشيدون بالإمكانات المسخرة. المجلس الإسلامي الأعلى يستنكر بشدة الحملة المسعورة على الدين الإسلامي والنبي الكريم، ويدعو المسلمين وعقلاء العالم والهيئات الدينية والحقوقية إلى مجابهة الخطاب المتطرف اللا إنساني بالتي هي أحسن. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج يؤكد ضرورة تفعيل دور الجالية وإشراكها الفعلي في تنمية الوطن. الحملة الاستفتائية في يومها 20، تجمعات شعبية ولقاءات جوارية مكثفة لشرح مضامين تعديل الدستور، ودعوة إلى المشاركة الواسعة في استفتاء غرة نوفمبر.